الخير ومساء العافية على كل متابعينا ومشاهدينا. يوم وين ما كنتوا، يوم جديد وحلقة جديدة، بس هاي الحلقة راح تكون مختلفة لأنه هذا اليوم هو يوم مميز، يوم يختلف عن كل الأيام. اليوم تحديدا اللي هو عيد الأم. كل عام وكل أمهاتنا وكل أم عراقية هي بألف خير، يا رب ينطيها الصحة والعافية على كل الأشياء اللي قدمتها لنا، لأنه اليوم الأم شيء جدا عظيم، شيء جدا مقدس. فنصيحة لكل شخص اليوم أنه يا ريت أنه هاي البوستات اللي نزلها بمواقع التواصل الاجتماعي أتمنى أنه هو يطبقها على أرض الواقع. فحل اليوم من أنت تدخل لأمك بيدك وردة، لو بيدك شغلة بسيطة تفرحها بهذا اليوم، حتى أنه هو تثمين لجهودها، ولو أنه جهود الأم اليوم ما تثمن ولا تتقدر بثمن. وأيضا اليوم هو يوم مميز لأن اليوم إحنا ب 21 آذار عيد نوروز. كل عام وأنتم بخير، يا رب صحة وسلامة لكل الناس بهاي المناسبة. اليوم يوم مليان بالمناسبات، فإحنا اليوم أيضا بدورنا نحب أنه أيضا أنه هذا اليوم يكون يوم سعيد، أنه إحنا نصالح كل الحالات اللي موجودة عندنا، باعتبار أنه برنامجنا اليوم هو يهدف للصلح والتسامح والمحبة. أريد أذكر بشغلة قبل لا أنتقل وأرحب بزملائي الموجودين وياي داخل الاستوديو، أنه أرقامنا راح تكون هي مفتوحة 24 ساعة وظاهرة أسفل الشاشة، مو فقط لاستقبال الحالات أنه اللي إحنا نصالحهم، لا، إحنا أي استشارة، أي موضوع حابين نطرحه وحابين أنه إحنا نمد إيد المساعدة ونساعد به، يعني لا تترددوا نهائيا، نتصلوا على هذا الرقم الظاهر أسفل الشاشة وإحنا بدورنا راح نساهم ونساعد بحل هاي المشاكل. أكيد راح يكونون وياي الأساتذة سترة نطائي حقوقية وبحث اجتماعية، نورتينا مية هلا بيك، أهلا وسهلا بيك، دائما أنت تنورينا بالنصائح اللي تقدميها لنا دائما عزيزتي. وكل عام وانت بخير، وانت بألف خير أكيد. وحوراء حميد بحث اجتماعية، كل عام وانت بخير، وانت بألف خير، لأنه بصفتك أيضا أنت أمهات اليوم وياي. فاليوم أنا سعيدة جدا بنص ورتين حلوات وجودك بيننا أسعد حبيبتي، نورتوني. أكيد راح أنتقل لطيبة وأقول للطيبة مساء الخير ورمضان كريم عليك. مساء العافية عليك شيماء وعلى سترنا وست حوراء، مساء العافية أكيد أيضا على جميع مشاهدينا وين ما تكونون ومتابعين برنامج خلينا نتصالح. مثل ما عودناكم أكيد بهذا كل يوم وبهذا الوقت إحنا نستقبل جميع اتصالاتكم على مدار الـ 24 ساعة. بالإضافة اليوم أني أوجه التهاني أكيد لجميع أمهاتنا وأقولهم كل عام والأم العراقية بألف خير. نعم يا طيبة، طيبة اليوم إحنا يوم سعيد، يوم كله مناسبات، يوم نعم حلو، يوم مميز بالضبط. فإحنا يعني نريدها أيضا اليوم نخلي مميز الله يا رب أكثر بحل مشاكل الحالات. نعم إن شاء الله يا ربي أنه يومنا يكون أيضا متميز ونختم حالاتنا لهذا اليوم أكيد بالصلح وأنه ترجع علاقتهم مثل ما كانت إن شاء الله. نعم شيماء، أني وصلتنا حالة اليوم، الحالة اليوم احنا نقدر نقول انه مو من العراق اصلا، من تركيا وتحديدا مدينة اسطنبول. مروة اليوم تريد توجه رسالة وتوجه اعتذارها لحبيبها اللي هو احمد. ان شاء الله يا ربي انه اتمنى لهم التوفيق وترجع علاقتهم مثل ما كانت واحسن. اليوم مروة تريد تعتذر من عنده بخربة علاقتهم بسبب تدخل الطرف الثالث وتحديدا الصديقات. صديقتها للأسف اليوم خربت العلاقة ما بين مروة وما بين أحمد، وصلت لحساباتها، نقدر نقول أنه هكرت حسابات مروة ودخلت تحديدا إلى حبيبها وتجاوزت عليه وسببت لهم مشاكل كلش كبيرة. حاليا مروة وياي على الاتصال يا شيماء. نعم. راح أحول الاتصال إليك حتى تتعرفين على باقي تفاصيل المشكلة. نعم، احنا قبل لا ننتقل لمروة انه اللي نريد ناكد به حتى الحالات هي من خارج العراق احنا نقدر نستقبلها ببرنامجنا لهذا اليوم. مروة مساء الخير، رمضان كريم. مساء النور حياتي علينا وعليكم. حياك الله، يسعد مساك، نورتينا. تسلمي. اهلا وسهلا بيك. مروة احنا سمعنا من طيبة بعض الجزئيات بخصوص المشكلة اللي صارت بينك وبين أحمد. أنا بدوري أريد أعرف المشكلة بتفاصيل. اسمه مصطفى. مصطفى؟ تمام مصطفى. أيوة أحمد. مصطفى أنت مشكلة صارت بينك وبين مصطفى، تمام؟ أنا أريد أعرف المشكلة إيش وقت بلشت؟ شنو المشكلة؟ احكي لي بالتفاصيل حتى إنه أفهم هاي الجزئيات.
حياتي هو بداية علاقتي لحد هسه انه عندي محاربة من بنات يعني، وواحدة من عندهم هي صديقتي يعني المقربة، صار لها صديقتي اكثر من 6-7 سنوات. مروة عليلي صوتك حتى اسمعك بوضوح. حياتي اقول البداية العلاقة لحد هسه انا عندي معاناة يعني مشاكل بسبب تدخلهم دائما. نعم، يعني نقول العلاقة انه هي محاربة كانت بالبداية، بيحاربوني وانا دائما احارب هذا الشيء، يعني حاربت هواية شغلات ان هو مختصم ما يدري يعني بيها كان، يعني من البداية انا متمسكة اللي يريد هي حارب وانا حاربت. وصلت المرحلة انه انا قبل 3 سنوات صديقتي طلبت من عندي حساب يعني ايميل، فاني بجهازي فتحت لها هذا الشيء ونسيت يعني اصلا ولا بقبالي هذا الشيء. فقبل 20 يوم اني دا عادي دا اتراسل ويا مصطفى نحكي وكل شيء، فشفت الانستغرام مالتي يعني انحذف، فسألتك قلت مصطفى شنو سبب الحظر واحنا دا نتراسل هنا، فقال انه انت فاتح حساب وهمي ودازت لي منه رسالة واني ما مسوية هذا الشيء. تمام. فمن دخلت الحساب الايميل وشفت هم يعني هي صديقتي اللي مسوية هذا الشيء، فمن سديت الحساب يعني الايميل ما بقى الحساب اساسا. تمام. فبنفس اليوم بالليل هي اجتني واجهتني قالت انت اختاريتي ذاك الشخص اللي احنا ما نحبه ما نريده، قالت هاي النتيجة، قالت قدرنا نوصل انه نفرقكم. فمشكلة المشكلة هسه انه مصطفى ما انطى مجال انه اني اوضح له هذا الشيء. تمام، يعني ما انطاك مجال انه انت تبررين اصلا. زين، اريد اسال السؤال. نعم، مروة انتو صاركم مش قد على علاقة؟ الشهر الرابع راح يصير 7 شهور. علاقة جديدة. اي بس من البداية عندي يعني صارت مشاكل، يعني مريت بوايا شغلات. زين، انتي باسطنبول يعني انتي باسطنبول ومصطفى بالعراق صح؟ لو انتو نفسكم اثنيناتكم باسطنبول. صح. لا هو بكركوك وانا باسطنبول، بس تمام. قبل اسبوعين يعني كنت بالعراق. اوكي، يعني احنا نقدر نقول انه خرب علاقتكم هو طرف ثالث. ايه بسبب هاي يعني صديقتي يعني يعني احنا اليوم بدنا نحكي بهاي المشاكل. يا مروة، اليوم العلاقات العاطفية العلاقات الشخصية المفروض انه احنا ما ندخل اي احد بيها، حتى لو صديق حتى لو اخت، لان هاي بالنهاية علاقة تخصني وتخص الطرف المقابل. فهذا الموضوع هو الطرف الثالث هو دي يدمر مو بس العلاقة بالشريك، لا، العلاقة بعلاقة زواج، علاقة أهل. فأنا أريد أحكي هسه ويا سترانا، وإذا عندك أي سؤال لمروة وجهي إليها. أني سؤال، مساء الخير مروة. مساء النور حياتي حبيبي. رمضان كريم عليك. علينا عليكم حياتي. حياتي، أنت ذكرتي أن أنت من بداية العلاقة صديقاتك حاربوك وهم راضين هذا الشيء. أنا سؤالي بس واضح يعني بس واحد وواضح، ليش قربتيهم أصلا؟ أنا اليوم من يبين للمقابل بغض، ليش دا أقربه؟ ذكرتي إن أنت تحاربتي بعلاقتك ويا مصطفى من البداية من قبل صديقاتك، بس انت مستمره بعلاقتك ويا صديقاتك بدليل ان هم هسه صديقتك ما نكرت ان هي يعني دخلت وتجاوزت. يعني ما فهمت السؤال انه انا ليش بقيت وياهم. انا ويا صديق انا هسه راح اوضح. مروه تسمعيني، راح اوضح لك السؤال اللي هي وجهته لك سترنا. سترنا تقول انه صديقتك هي اللي خربت علاقتك بمصطفى، رغم هذا انت مستمره بعلاقتك ويا صديقاتك. من الاساس ليش دخلتي صديقاتك بعلاقتك؟ مروه تسمعيني اذا ما فاهمه اني اوضح لك السؤال اكثر. الو،
اعتقد فقدنا الاتصال برنا. فاني خلي ارجع لست حوراء. ست احنا من الجانب اليوم الاجتماعي بصوره عامه، ليش الصديقات دائما بنذكر موضوع يخرب بين شخصين يدخلون الصديقات؟ يعني شنو السبب اللي يخلي البنيه انه اليوم لا احنا صديقتنا لازم تحب واحد على ذوقنا؟ لا، هي حياتها وهي حره، ليش ما عندنا هاي الثقافه؟ ليش هي عامة نشوف البنات انت حبيت واحد احنا ما راضين عليه اكيد فلازم يحاربوه؟ فخلينا نحكي بهاي الجزئيه. طبعا بدايه ارحب بكل الموجودين بحضرتك وست رنا، ورمضان كريم وعيد ام عزيزتي. سعيد يا ربي يخلي كل الامهات ويحفظهم ويطول باعمارهم. امين يا رب. والمتوفيات ربي يرحمه ويجعل مثواهم الجنه، وعيد نوروز مبارك ايضا الكل يا ربي. طبعا المشاكل بصورة عامة اللي دا نشوفها من ناحية الغيرة هي المساحة اللي دا يقدمونها هذه الصديقة، دا تقدم مساحة واسعة لصديقاتها. أنا ما أنطيها هذه المساحة اللي لدرجة تخليها أنه تتدخل بحياتي. أوكي هي صديقتي وقريبة من عندي، بيناتنا مواقف كثيرة، بيناتنا قاعدة، بيناتنا مثل ما يقولون أهلنا زاد وملح، لكن أحاول قدر الإمكان ما أقربها كل هذا القرب من مساحتي هذه الشخصية، هذه الحرية الشخصية. نعم. أخليها بيني وبين هذا الشخص. صح. ما أدخل بيها اليوم الذوات السلبية. نعم. الأنانية هذه كليتها تخلي الإنسان يوصل بمرحله من الغيره انه يهدم علاقات. ونعرف احنا الطرف الثالث هدم عوائل. صح. خرب بيوت عوائل. يعني بضل. طرف واحد يهدم اربع بيوت خمسه بنفس. صح. الوقت. ست حوراء اذا عندك اي سؤال قدري توجهيه لمروه. مروه صارت ويانا هسه على الهواء مباشره. مروه تسمعيني؟ اي حياتي اسمعك. تفضلي ست حوراء اذا عندك اي سؤال. مساء الخير ست مروه. مساء النور حبيبتي، رمضان كريم عليك. علينا وعليكم السلام. حبيبتي مروة، أنا اليوم عندي سؤال واحد إليك. هو قبل لا تبدي هذه العلاقة كيف كان تدخل صديقاتك بحياتك؟ ما كان يربطهم أي تدخل، يعني عادي، بس إنما هم نفس الجامعة بس كل من بغير قسم وغير مرحلة ومنتصف متخرج. عندهم كمية كره وحقد بدون أي سبب اتجاه يعني مصطفى، يعني هو هذا المشكلة. تمام. زين يعني زين يجون إنه يكسروا أني مدى أنطي مجال، يعني من بداية العلاقة لحد يعني لحد هسه أنا دا أحارب بهذا الشيء. هم صديقات شلو صديقات مصطفى؟ مو صديقات مصطفى يعني، بس هم نفس زميلات، زميلات جامعيات، نفس الجامعة وكل ما بمرحلة ومصطفى متخرج. تمام. انت عرفتي من البداية، عرفتي من بداية العلاقة انه اكو تدخل سلبي من قبلهن ومشاكل متعددة. طيب ليش مثل ما تفضلت سترنا هذا السؤال هو جوهر الموضوع، ليش قربتيهن من يمك وانطيتيهن هاي المساحة؟ زين من البداية. طبعا هاي نصيحة جدا مهمة لكل البنات ولكل الشباب ولكل بشر. نعم. على وجه الكرة الارضية ما انطي اي لازمة على نفسي. بالضبط. وما دخل اي يتوجه لي احافظ عليه. اكيد سكرين حفظ اي شيء. ما شاء الله هسه التقنيات الالكترونيه وصلت مرحله. صح. من التطور مو طبيعيه، فاني اقدر احافظ على اي مستمسك او دليل بايدي. نعم. حتى هذا يعتبر دليل براءه بالنسبه لي. اكيد احنا. نعم. هسه اريد اني انتقل لطيبه حتى اشوف قدرت تتواصل ويا الطرف الثاني. ترى امنت لنا الاتصال بي. طيبه تسمعيني؟ نعم شيمان، الصراحة دا أحاول أنه أتواصل ويا مصطفى لكن للأسف ما دا يرد علي. راح أحاول قدر المستطاع أنه أكرر المحاولات أكثر من مرة، عسى ولعل أنه يجاوبني حتى اليوم نسمع الطرفين. لكن يا شيمان اليوم أني الصراحة أني أضم صوتي لصوت ست حوراء. نعم. حوراء تقول أنه اليوم مو من المفترض أو ما نسمح اليوم لأي أشخاص نعطيهم هاي المساحة الكبيرة أنه يتدخلون بحياتنا، كان بالعمل، كان حياتنا الشخصيه. فعلا. حياتنا يعني داخل بيتي حتى ويا بيت، يعني داخل البيت ويا اهلي، هذا كلش غلط. ولازم اليوم نختار الاصدقاء، اختيارنا لازم يكون صحيح. دقيقة. بالتالي ما راح يخربون حياتي وحياه الشخص اللي ممكن انه يكون شريك حياتي مستقبلا. نعم.
اكيد احنا يا طيبه ننتظر انه تامنين الاتصال حتى نرجع لك مره ثانيه. انا اريد اسال مروه انت شلون تعرفتي على مصطفى؟ يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لو لقاء عادي على ارض الواقع؟ لا صراحة عن مواقع تمام الاجتماعي. من بعد يعني من بعد المواقع صار اكو لقاء واقعي؟ أكيد تمام. يعني أنت من رحتي للعراق تلتقون، يعني شايفين بعض، المفروض أنتوا فاهمين بعض هسه. زين أريد أسألك سؤال يعني. اليوم أنت علاقة صار لها 7 أشهر، المفروض اليوم كل شخصين يحبون بعض يحجون تفاصيل بعض، مثلا يابا اني ترى صديقاتي هيك دا يقولون، هيك مشاكل دا تصير، المفروض انت تخليه بالصوره حتى من تصير هيك مشكله. هو انطاني نصيحه قال ابتعدي عن هيك انسان يتدخل، يعني هو ناصحك قبل، ابتعدي عن المشاكل، يعني هيك مشاكل، وقال وخلي كل شيء يعني سر، يعني خصوصية خاصة شخصية. تمام. انه يكون انا بالبداية هذا الشيء ما صار، بالنهاية صار. نعم. بس هو المشكلة اللي عند مصطفى يعني بوشي كلش زين، بس عنده طبع انه كلش عصبي، ما يعطي الفرصة للمقابل انه يشرح. نعم. له فقط انه سالفة البلوك عد انه يحضر بدون ما يسمع المقابل. أنا قد حاولت، وصلت الصديق له، يعني وصلت لأخته، صرت يعني أوصل لوالدتهم، يعني دا أحارب إنه بس أوصل حتى تصلحين الموضوع إنه هيجي وهيجي وهيجي. زين سترنا، نصيحتك اليوم المروة بعد كل هاي الأحداث اللي صارت؟ هو بعد الظاهر إن هذه مو أول مشكلة، لأن هو ناصحها ابتعد عن المشاكل، ابتعد عن التدخل. الظاهر اكو يعني فد نفور بينه وبين صديقاتها لاسباب الاسباب يمكن من زمن الكليه، او يمكن اعتزازه انا بمروه شخصيا. بالضبط. اليوم انا ما اقبل احد شخص غريب ياخذ مروه من عندي كصديقه، وهو يعتبرها كشريكه حياه ما يريد تدخل منها، فصار نفور من الطرفين تجاهها. اليوم من قلها ابتعدي، هي ما وضحت له الخطوات. انا اليوم اساس اي علاقه، نعم، صداقة، زواج، أخوة، أم وابنها، أب وابنه، أي علاقة تحت أي مسمى أكو مبدأ الثقة، أكو مبدأ المصارحة. أنا اليوم ما أقدر أخلي شيء ما تكون إيد بإيد وياي إذا ما أقولها الخطوة الثانية والستيب الثاني اللي حيكون شيء ما عندنا هذه المخاطر. صح. وهذه الصعوبات وهذه السيفتي لاين. بالضبط. لازم هي أخفت عليه، هي من أول لحظة اكو نفور من صديقاتها ما وضحت هي له. اكو حلقه مفقوده من القصه كلها، يعني سر هذا العداء شنو؟ لابد انه اكو شيء، يعني الصديقات يوم من مسويات هذا الاتحاد حتى يخربون هاي العلاقه، اكو سر. هاي الحلقه المفقوده اريد نعرفها منك يا مروه، شنو السر؟ السر انه مصطفى، نعم، يعني بالجامعه كان وياهم، انه من النوع اللي ما يصادق ولا يحب القعدات يعني والحكي، ما يبعد انه دراسته واهله وشغله فقط هذا حياته. تمام. من النوع اللي يختلط حتى لو انه اليوم شخص مو عايزين ما يختلط، بس ما توصل هاي المرحله انه اني اكرهه واسعى انه ادمر حياته. لا، بدون ذكر اسماء، عندهم صديق هو مصطفى، علاقة، والبنية صديقتهم ودائما بالكلية وجامعة وياهم نفس الشكل دي أزوها، والبنية ما تعرف انه صديقاتي اللي دي يعني أزوها هم، ما أدري يعني من عرفت دني صديقات صديقاتي عرفوا كيف الطبع مروة، يعني طبع هذا سبب ما أعرف. تمام. مروة سؤال، انت دني صديقاتي من عرفتيهم؟ يعني احنا نفس المنطقة او جيران، اي وحدة بيهم. ها، والبقية هم نفس جيران وجيران وحدة بيهم. يعني هم قبل كانوا من سكنة كركوك، من بعدها انتقلوا لاسطنبول، صح؟ اي اني حاليا يعني مستقرة بين اسطنبول وكركوك، لانه اللهجة مالتش كركوكية، يعني دا احس. بس اريد اسال السؤال، يعني مثل ما تفضلت سترنا انه انت كانوا جيرانك صديقة وحدة، من بعدها هذا الجروب كله شلون تعرفتي عليه؟
عن طريق المواقع لو انه صارت فت صدفة او فت جمعة انتم جمعتوا بها ورا بعض؟ لا، عن طريق فاطمة هم اللي اتقربوا، فمن شفت انه اتمنية بيخربون علاقة او نعم. على مود يعرفون معلومات واخبار انا مسحتهم يعني حضرتهم زين. حتى هاي اللي اذتني هسه حاضرتها يعني انت هسه حاضرتهم قطعتي علاقتك بهم؟ اي كلهم حتى يعني قبل المشكلة قبل يعني المشكلة إيه؟ كلهم انا يعني قطعتي علاقتك بالكل بيهم. تمام بالكل زين أي. هسه أنا راح أنتقل لطيبة أشوف طيبة قدرت تتأمن لنا الاتصال ويا مصطفى حتى نأخذ تفاصيل أكثر من الجانب الثاني حتى نفتهم المشكلة أكثر وأسبابها، لأنه إحنا دائما نسعى إنه من نريد نحل المشكلة نسمع من طرفين. طيبة تسمعيني؟ نعم شيماء. قدرت تأمني لنا الاتصال بمصطفى؟ الحمد لله أنا قدرت أوصل للطرف الثاني، لكن يا شيماء للأسف اليوم مصطفى رافض إنه يسامح مروة، رافض حتى بالمبادرات اللي كانت تسويها سابقا حتى ترجع علاقتهم، مثل ما ذكرت سترنا انه كان سبب عدم مسامحة مروة اللي هي مشكلتهم مشكلة ويا الصديقات، انه كان اكو خلاف سابق ما بين مصطفى وما بين صديقاتها، لذلك كان دائما ينبهها ويقدم لها النصيحة انه تبتعد من صديقاتها، لكن للاسف كانت مروة تفضل نعم تفضل صديقاتها ومتمسكة بصديقاتها حتى بعد ما انتهت العلاقة ما بيناتهم. يعني هسه هو بوجهة نظر مصطفى انه هي فضلت صديقاتها على مصطفى. نعم فمصطفى لذلك أصلاً المشكلة دارت بسبب تدخل الطرف الثالث، بالتالي انه اليوم مصطفى قدم لها نصيحة أكثر من مرة أنه تبتعد من صديقاتها، لكن للأسف قال لي أنه كانت مروة تفضل الصديقات علي، فبالتالي أنه ما يرفض يعني رفض أنه يسامحها. نعم يعني للأسف أخبار سيئة. نعم. إحنا كنا متمنين أنه نحلحل هذا الخلاف وأنه نسعى أنه إحنا نصالح الاثنين، لكن للأسف أنه يا مروة الفكرة اللي ما أخذها مصطفى أنه أنت فضلت صديقاتك عليه، لأنه أكو كان خلافات سابقة وهو ناصحك أكثر من مرة أنه ما تدخلين هاي الأطراف بعلاقتنا، أنت بالمقابل سويتي أصريتي وعلى انه الصديقات يبقون بها بحياتكم ويدخلون بحياتكم العاطفيه، فلذلك انتهت هاي العلاقه. هو يسمعني حاليا؟ هو يسمعك اذا توجهي له اي رساله. اوجه له رساله انه انا ما فضلت صديقاتي وابدا، لان هو كميه المحاربه او الحب اللي دا انطي واللي اقدمه يعني انه كلش هوايه، واني اعتذر من عنده على هاي الخطا، واني قدام يعني انتم موجودين انه ما يتكرر هذا الشيء، انه اني اللي اذونه يعني خلصوا من حياتي يعني ما بقوا يعني، فاتمنى انه يسمعني. هو اللي يسمعك حاليا، انه هو من دزنا رساله دزها بطيبة، هو حاليا اللي يسمعنا. انت حاليا مستمره بعلاقتك شوي صديقاتك؟ لانه مصطفى ذكر انه انت ما زلتي ويا هذا الجروب اللي هو سبب المشاكل. لا 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 هو يعني هو شاهد انه انا قلت له حساباتي اذا تريد موجود، وانا حاليا الحسابات اساس المدى استعمل يعني حاليا غالقة، وانه حضرتهم انه مساحتهم يعني من كل البرامج تمام ومو موجودين بحياتي. هو ده يسمعك مروة حاليا، اذا اي شيء تريدين تقولين لمصطفى هو ده يسمعك حاليا. ايوه انا اعطي وعد له انه ما يتكرر هذا الشيء، واني مساحتهم من حياتي وحياتنا راح تكون شخصية يعني بيها خصوصية، اي شيء يريد اني راضية به، فأتمنى إنه يسامحني على هذا الشيء، وأنا أنطي وعد يعني قدام من أول شيء رب العالمين وقدامكم إنه هذا الشيء ما يتكرر. نعم. فأتمنى يعني. سترنا شنو الرسالة اللي توجهها لمصطفى؟
مصطفى يعني أول شيء أكو خلاف سابق ويا البنات، المفروض ما ينطيهم اليوم. أنا أحس إن هم انتصروا بالتخريب بين الاثنين. صح فعلا. المفروض يطيها في مساحة يستوعبها. اليوم من أني أقولها ابتعدي عن كل صديقاتك وانغلقي وياي، المفروض أهيئ لها كل الأجواء اللي تكفيها. اليوم أكون صديق، أكون أب، أكون حبيب، أكون زوج، أكون ابن، أكفيها من كل الحالات. بعد ما لح تندار على لا صديقة ولا على جارة ولا على زميلة دراسة، حتكتفي باللي عندها. هو طلب منها تنسحب وتبتعد عن المشاكل اللي هو أساسا خالقها. هو عنده مشكلة سابقة ويا البنات، ويا البنات نفسهم على هالأساس يعني مروة دفعت ثمنها. نتأمل نتأمل المروة تحبه بصدق وتحاول يعني يرجع لها. نتأمل أن يسامحها ويفتح صفحة جديدة مليانة ثقة ومليانة أمان. نعم. ست حوراء، رسالتك المصطفى؟ طبعا ان شاء الله من خلال شاشة السومرية هو دا يشوفنا حاليا، انه حاول قدر الامكان مثل ما سمعت من البنات، وهم كانوا غايتهم الوحيدة ان هم يفرقوكم. صح. وبالاخير مثل ما قالت سكرانا هم انتصروا. هذا مرادهم ووصلوا اليه. بما انه انت عندك مشاكل سابقة وياهم، وهذه المشاكل انت بسببها حاولت تبعد مروة عنهم، فانطيها فرصة حتى انه تبرر موقفها. اليوم كل انسان الى حق بالحياة أنه يبرر موقفه وينطي شنو الأسباب اللي وصلته لهاي المرحلة. أبداً ما من حق أي إنسان يمنع شخص ويسدها بوجهه فدنه، ومثل ما نقول وما يسمع للأخير يشوف منه. اليوم أنا أسمع من كل الأطراف. صح. حتى شنو أحلل المشكلة وأتوصل الحل، أشوف من الإنسان الخطأ ومن المظلوم ومن اللي ينظلم. فأتمنى من عندك تسمع من مروة أكثر، وبما أنه من خلال شاشتنا اليوم قدمت لك اعتذار، ووعدتك امام رب العالمين، والوعد امام رب العالمين مو فد شيء هين ابدا نهائيا، واحنا بشهر فضيل ماكو مجال للكذب يعني. صح. فان شاء الله من خلال شاشتنا تسمعها ولو قدر الامكان، وان شاء الله يا رب توصلون الحل نهائي. ونبره صوتك كان يعني مليانه حزن ومليانه فعلا. صدق أكيد. فعلا يعني انا من خلال كلامها تعاطفت جدا وياها. مخنوقه احس رابطه. احنا اللي نتمناه انه يعني ينطيها فرصه ثانيه. متأمل. على الاقل فرصه لعلاقتهم انه تكون فرصه ثانيه، يعني الاطراف اللي كانت مقربه طلعت من حياتكم. وضح الطرف السيء. وضح. صح، وضح الموضوع. فهذا اللي احنا نتمناه، وتحديدا انه بشهر الفضيل، شهر المسامحه، شهر العفو، احنا نتمنى يا مروة الحياه السعيده، ونتمنى انه في يوم من الايام تكتبين او تتصلين بنا انه العلاقه رجعت. وانا اتمنى انه مصطفى يعيد النظر بالموضوع، لانه اليوم هاي القرارات القاسيه لابد انه احنا شويه. هاي قرارات اوليه يسمونها قرارات بالطبع. اوليه بحاله العصبيه يتمسك. صح. بيها دائما الانسان. هذه ما اتمسك بيها، هذه تدمر علاقات. احاول قدر الامكان ابتعد عنها. هو قرار ظالم، لان هي دفعت ثمن اخطاء السابقه. اكيد. وهي بالاخير خسرته وصديقاتها راحوا اللي هم سبب خرابها، يعني ما حصلت شيء بالاخير خطيه. والله انا بالنهايه اقول انه مروة انت ما خسرت شيء، انت حاولتي بكل شجاعه انه انت حتى اليوم انه انت تحسنين هاي العلاقه وتظفرين بهذه العلاقه، لكن للاسف ما توفقتي. نتمنى انك الافضل، والقادم ان شاء الله افضل واحسن باذن الله. راح انتقل لطيبه حتى اشوف الحاله اللي بعدها شنو عندنا. نعم يا طيبة. نعم يا شيماء، طبعا كلش حزينة بخصوص مروة. الموقف اللي صار من مروة بسبب صديقاتها موقف كلش صعب. مروة يعني نبرة صوتها كانت كلش متأذية، بالتالي مصطفى ما تتخيلين شنو شعوره من سمع اسمها، يعني كان شعوره كلش حزين. بالتالي تواصلت وياه، حاولت وياه قدر المستطاع، لكن للأسف كان الطرف الثالث أكبر من إرادتهم. لكن إن شاء الله أنه مصطفى بعد ما سمع رسالة مروة من عبر شاشتنا واعتذرت من عنده أمام الجميع. نعم يا شيماء، أتمنى أنه يراجع نفسه، واليوم اللي ينطي فرصة أنه الخاطر علاقتهم مو الخاطر أي شخص. بالتالي اليوم حتى شلون نقول أنه يعني نكسر عينه للطرف. صح. الثالث إن شاء الله يا مصطفى. طرف الثالث مصيبة. نعم يعني للأسف أنا دا أشوف أنه أغلب الحالات اللي وصلتنا هي طرف ثالث تجينا بسبب الطرف الثالث.
شيماء اكيد من بعد حاله مروه خليني اخذكم الى الحاله اللي بعدها اللي وصلتني. مجتبى اليوم قرر انه يوجه اعتذار الاخو اللي هو التوأم من عبر شاشتنا ومن عبر برنامج خلينا نتصالح. مجتبى وسجاد دارت بيناتهم مشاكل كلش كبيره. طبعا مجتبى قال لي انه بسبب يعني خلافات امور شخصيه بيناتنا احب احكيها على الشاشه، لكن انا ما اعرف شنو الاسباب. يا شيماء اريد اعرف الاسباب من عندك اليوم ان شاء الله. مجتبى حاليا وياي على الاتصال، راح احول مجتبى لك حتى تتعرفين على باقي التفاصيل. مجتبى مساء الخير ورمضان كريم. السلام عليكم. حياك الله مجتبى، شلونك؟ رمضان كريم عليكم وعلينا. الله اكرم عزيزي. مجتبى احنا سمعنا انه انت عندك خلاف ويا اخوك التوأم اللي اسمه سجاد. سبب الخلاف احنا ما عرفنا، لانه انت كنت حاب تذكر الاسباب على الهواء مباشره، فاتفضل احكي لي شنو سبب المشكله اللي صار وشنو سبب الخلاف اللي دار بينك وبين اخوك. ممكن صوت ناطق؟ علي لي صوتك حتى أنا أعلي صوتي. مجتبى أسمع. مجتبى علي لي صوتك حتى أسمعك زين. ألو ست وياك أسمعك. تمام. علي لي صوتك وأنا ما راح أعلي لك صوتي. تمام. مجتبى إحنا عرفنا إنه أنت عندك خلاف أنت وأخوك سجاد، تمام؟ أي نعم. لكن احنا متى نعرف شنو الاسباب اللي خلت هذا الخلاف بيناتكم؟ فاريد تحكي لي بالتفاصيل. الاسباب مثل ما قلت لك الثاني سابقا يعني ما وصلتها بصوره صحيحه. نعم. بس علي لي صوتك شلون؟ قلت لك انه طرف ثالث، يعني شلون الحاله السابقه هسه سمعتها. يعني هم طرف ثالث صارت المشكله. طرف ثالث شنو؟ اهل، قرايب، اصدقاء؟ لا بنيه صديقه يعني كانت بنيه خربت بين الاخوان. اي فكانت توصل لي حكي عن سجاد. زين. هواي حكي هواي من لما يعني ذاك اليوم اخترت لكم السالفه. ذاك اليوم بال 2019 اتذكر كانت بالليل سالفت لي سالفه ما اقدر اذكرها هنا أنا. تمام. انت حر تفضل. اي قالت لي انه سجاد يجي، فانا رحت السجاد بعدني جاي اسولف وياه، هو قام يصيح يعني ما تفهم الامور، هذا الحكم صحيح وما ادري شلون. انا ما يعني ماسكت اعصابي ساعة الشيطان وضربته. الخلاف صار ليش قد بيناتكم؟ كانت واقفه. شلونك؟ الخلاف صار ليش قد بيناتكم؟ من 2019. 2019 انتم عايشين ببيت واحد؟ توأم. بيت واحد كنا. وبيت واحد وانتم متخاصمين من 2019؟ خمس سنوات ودخلوا السادسة. كارثة هاي. زين الاهل، الام، الاب، القرايب ما تدخلوا بهذا الموضوع حتى يحلون الخلاف؟ هواي تدخلوا. هو سجاد راح يعني طلع من البيت طلع من البيت. وين راح؟ ما طلع من البيت. طلع راح احنا بالنافريه، هو راح لبغداد يشتغل ناصر احنا ما ادري مطعم ما ادري شنو. تمام. يعني انا اليوم من ارد احكي بهذا الموضوع، انتم اخوان. يعني انا اليوم تجي وحده غريبه حتى لو صديقه حتى لو قرايب تجي تحكي على اخويا، انا اكيد ما راح اصدق هذا اخويا. ماكو اخ ينطب اخوه وماكو اخ يحكي على اخوه. تمام. لازم الاخوه هي اقوى من انه صديقه تخرب او بنيه تخرب العلاقه. يعني حتى واحد من يحكي بها انه يستقلها انه اليوم بنيه دخلت يا طرف ثالث وخربت اخوان مو بس توأم. هم بالضبط. يعني انتم مترابطين روحيا وفكريا، فالموضوع شويه صعب. فانا اللي اتمناه هسه انه انا ارجع لطيبه، بما طيبة تأمن لنا الاتصال بالطرف الثاني نقعد انه احنا ايضا نتناقش بهذا الموضوع، الموضوع كلش راد لوقت. بالضبط. طيبة تسمعيني؟ نعم شيماء اسمعك. نعم طيبة. قدرت تأمني لنا الاتصال او تواصلتي؟ شنو اخر الاحداثيات بخصوص هذا الموضوع؟ انا حاليا دا اتواصل ويا سجاد اللي هو الطرف الثاني، دا احاول وياه، لكن
للأسف سجاد رافض يعني، بس يعني من وراء أسباب شخصية هو هم ذكر لي إياها، مع العلم أنني كنت لازم أنه أعرفهن حتى اليوم نسمع الطرفين ونشوف منه اللي غلطان. راح أحاول يا شيماء اليوم أنتوا هم وصلوا له رسائل حتى حتى اليوم بلكت أنه يسمع الرسالة اللي راح نوجهها السجاد ويقتنع. أنا راح أحاول ويا قدر المستطاع وأكيد راح أنطيك الأحداثيات. أهم شيء يا طيبة أنه حالياً الطرف الثاني هو دا يتابعنا، دا يتابعنا وياي، دا أتواصل ويا حالياً طبع. ومتابع للحلقة وسمع رسالة مجتبى. اتمنى طيبه انه عن طريقك انه يشاركنا بالبرنامج وانه يكون ويانا على الهواء مباشره حتى اقدر افتهم من عنده باقي التفاصيل. ارجع لك سترنا، موضوع يعني محزن بصراحه، يعني اخوان تفرق بيناتهم بنت يا صديقه لا هذا من 2019 خلاص. هذا الصدمه الاقوى. ممكن اليوم اني احد يطب وياي يخرب، بس ما يستوجب الامر مهما كان ثقله. هم اثنيناتهم متحفظين عن الموضوع، بس مهما كان ثقل هذا الموضوع ما يستوجباني أخوي. صح. إذا أنضرب أصيح أخ، أنا أستنجد بأخوي. صح. وتوأم يعني تعرفين التوأم يعني علمياً، لا علمياً إذا أحد يتأذى الثاني يحس، إذا يتضايق يعني هذا الترابط النفسي والروحي اللي بيناتهم أكثر مما هو جسدي. تجي بنية اليوم تحت أي ظرف تحت أي مسمى تخرب بين أخوة اثنين، هذه جدا صعبة. نعم. أزعل ممكن اليوم شهر شهرين ثلاثة بالزايد، خمس سنوات هواية، ترى شهر وشهرين هواية. صح. مو من 19 لهاللحظة. ست حوراء، ما يعني أنه طرفين يسمعونا حرفيا الموضوع مؤذي، مؤذي بشكل، وخصوصا أنه هم بيت واحد وتوأم، ومثل ما قالت سترنا أخوة، وكذلك التوأم هم علميا تكوينتهم البيولوجية وكل التفاصيل هذه تكون بياناتهم كل واحد، تمام. فاليوم أنا من أشوف شخص يجي طرف ثالث ومنافق، المنافق يظهر خلاف ما يبطن بداخله. هو اليوم يجي أنا شخص يحكي على أخوي، حكي حتى إذا أخويه، حتى إذا كان صادق، هذه الصفة بي أو الاتهام إلى موجه أني أرفض رفض قاطع، وما أجي أصلا أفتح الموضوع وياه ولا أوصل له فكرة أنه نحكي قدامي هذا الموضوع. أبدا ما أفتح هيك موضوع وياه، أتحفظ عليه وأسكت كأني ما سمعت وأقطع علاقتي رأسا بهذا الشخص. صح. حتى ما شوف المرحلة وين وصلت، خمس سنوات أخوان وتوأم من بيت واحد، وطلع من البيت الولد. صحيح. يقول طلع من البيت وراح غير محافظة، من الجنوب للشمال. بالضبط. ايش قد مأثر به هذا؟ أنا كتحليلي يعني طبعا. نعم. حسب دراستي العلم الطاقة والتنمية البشرية والاجتماعية، سجاد متوجه له اتهام كلش قوي، هذا اللي توصلت له من خلال التحليل، حتى نبرة صوت مجتبى متوجه له اتهام وصل لمرحلة انه هو يختفي من حياته، ينفر من الكل. من الكل. بس هذا انه ايضا مجتبى بسبب العصبية ضارب سجاد. زين سجاد، أنا مجتبى العفو، رسالة توجهها لأخوك بما أنه هو يسمعنا حاليا، وعلي لي صوتك. والله ستي يعني أريدك توجه رسالة إلى سجاد باعتباره أنه يسمعنا. أقول له أنه علي صوتك، أنه أنا غلطان، وأنا أقول له أنه أنا غلطان، غلطت هواي بحقك، وأنا أعتذر منك. ويعني هاي السنين راحت كلها يعني والله لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، يعني متعذب هواي، تعذبت والله حقك يعني بسبب خلافي في بسيط كان. نعم والله يعني قهر، واتمنى من خلال شاشتكم وجهودكم نرجع انا وسجاد مثل ما كنا ان شاء الله. انا يا مجتبى راح اسعى بكل طاقتي حتى انه ينحل هذا الخلاف. تفضلي ست حوراء اذا كانت عندك مساء الخير. مجتبى رمضان كريم عليك. مساء النور. رمضان عليكم وعلينا اجمعين ان شاء الله. تمام مجتبى، انا اليوم اريد اسالك، انت حاولت تروح للبغداد، هو ده يجي عليكم لو مستقر حاليا ببغداد، انتهى من 2019 لحد الان هو ما واصل للبيت؟ لو وصل؟ لا ما واصل. ما واصل. زين انت حاولت تروح للبغداد وتحكي وياه؟ جاي لما يشوفها ويروح ما ادري بعد.
ما رحت لأبد البغداد وشفته وتواجهت وياه فيس تو فيس وجه لوجه؟ رحت له وديت ناس علي أكثر من مرة، مرتين رفض. تمام ان شاء الله يا رب من خلال شاشتنا أكيد. اليوم راح نتوصل الحلوي. انا هسه ارد ارجع لي طيبه اشوف انه قدرت تامن الاتصال بالطرف الثاني حتى احنا نقدر نحل هذا الخلاف ونختم اليوم حلقتنا بكل محبه، انه احنا اليوم قدرنا نصالح بين مجتبى وسجاد. قدرتي تتواصلين ويا الطرف الثاني طيبه؟ نعم شيماء، طبعا الحمد لله. سجاد بعد ما سمع رساله مجتبى ورسالتكم وجهتوها لسجاد، الحمد لله اليوم اقتنع. حاليا سجاد وياي على الاتصال. هاي الاخبار الحلوه. نعم الحمد لله، يعني قدرنا نقنعه. سجاد ويانا على الاتصال يا شيماء. تمام سجاد، الاتصال والهواء لك اكيد. سجاد مساء الخير، رمضان كريم. مساء النور، رمضان كريم. شلونك سجاد؟ ان شاء الله. طبعا اني بالبدايه اشكرك لانه قبلت انه تصعد ويانا اتصال وتكون ويانا على الهواء مباشره وتسمع رساله اخوك. تمام سمعت انا يعني زين. سجاد اني اريد اسمع القصه من جانبك، شنو اللي والله صار؟ والله صراحه يعني حتى الموضوع احتاج اسولف فيه، لان يعني بعد حكالي شوف سجاد خل احكي لك شغله. اليوم ماشي. الاخوان كل شيء صار بيناتهم تمام؟ لا صحيح. كل شيء يصير، يعني اني باعتبار اليوم عندي اخوان ومرات بهواي تجارب وهواي مشاكل صارت بيناتنا، بس عمر الاثر ما طلع من اللحم. نبقى احنا اخوان ونبقى انه احنا اذا صارت لنا مشكله او صار شيء ننتشي على اخواننا، هم اللي يسندوننا مهما صار. يبقى هذا يعني أتمنى يعني تسولفين هذا الحكي للمجتبى. يعني المجتبى أنا أرد، أنا قلت لك أرد أسمع المشكلة منك، أنت ذكرت لي إنه أنا ما أقدر أحكي. لا ما قلت لك ما يعني ما أقدر أسولف فيه. تمام زين، هاي صار لها 4 سنوات، إحنا والخلاف طول، ما اشتاقت لأخوك، ما حنيت له، لابد إنه يعني وأنتوا توأم أكيد. يعني أكو ترابط وحب بينكم. نعم يعني لا اقول لا اقول لك لا اقول لك لا يعني اتشذب عليك، يعني اكيد اشتاقيت له. زين انت مشتاق له وهو مشتاق لك، فانا شريت هسه تمام تسمع مجتبى شنو يقول لك. زين عسى ولعل رسالته وكلماته تاثر بيك، وبعدين الدنيا ما تسوى، وبالنهايه احنا بشهر رمضان شهر العفو والمغفره، فانا هسه راح اخلي مجتبى يوجه لك رساله واسمعها. تمام مجتبى تسمعني؟ ألو ستة سمعت. مجتبى أخوك دي ويانا على الخط، شنو الرسالة اللي توجهها إليه؟ ست يعني شو ما علي لي صوتك، علي لي صوتك حتى يسمعك. أقول له أنا أعتذر، يعني هو الاعتذار ما يفيد يعني، بس أقول له أعتذر منك هواي هواي، وأتمنى ترجع لي ونرجع مثل ما كنا أنا وياك، وننسى الماضي كله ونفتح صفحة جديدة أنا وياك سجاد. سجادة تسمع؟ اسمع. شنو جوابك إليه؟ خلينا نستحضرها ونسى كل شيء. سجاد. والله ما يعني ما أعرف شو أقول بعد. لا أخوك هذا ما تعرف شو تقول، لازم تصالح هذا أخوك. يعني هو غلط بحقه يعني مو قليل. إيه هو ندمان يعني. حالياً ده يعترف بخطأه. حاسبته خمس سنين. وانت أكبر عقاب عاقبته إلي أنه أنت تركته 5 سنوات، مو بالهين هذا. يعني أنا مو بس إذا تركته، يعني حتى يعني هو بسببه خلاني أترك أمي وأبوي. زين هسه ليش ما تقلبون صفحة جديدة والفات مات وأنتم أخوان؟ لا إن شاء الله تبعد من خلال برنامجكم إن شاء الله. تفضل سجاد نبدأ صفحة جديدة ان شاء الله. هسه انتوا احكوا ويا بعض. مجتبى تقدر تحكي ويا سجاد، احكوا وياه. انا ما انا اذا اريد اسولف وياه مو بالاتصال، يعني خليه يجيني ويصيفه. لا مجتبى لازم انت تروح تجيب سجاد، انت غلطان. اي خليه يجيني هو اكيد. اي سجاد شنو ردك لاخوك هسه؟ شلون؟ ما شوية صوت مو ردك شنو اليه؟ اخوك اليوم ماد لك ايد الصلح، شنو ردك اليه؟ نعم
سجاد تسمعني؟ أسمع. أخوك طالب منك العفو والصلح بشهر المغفرة وأنتوا أخوان، شنو جوابك إليه؟ يعني أنا راح أسويها لله وأقبل زين؟ لا وللخوة، أنتوا أخوان. لا لا ما وعس سجاد، أنتوا دم واحد، أنتوا أخوان. يعني أنت حتى الغرب راح يشمت بيك بهذا ردك. هو ما قدر هذا الشيء زين؟ راح تصالحون يعني. لا قدر العشرة بيناتنا، يعني احنا من بطن واحدة في دول العين، احنا سوم يعني مو اخوان. هسه انا اللي اريده انه توعدوني تمام انه العلاقة ترجع تفتحون صفحة جديدة، تقعدون قاعدة مال اخوان تتفاهمون بيها، يسوون فطور السجاد ويدزون علي للناس. اي وفطروا سوا، التقوا فطروا سوا، خلص نبذوا هاي الخلافات، الجاي احلى بعدكم انتم صغار. حذروا من الطرف الثالث. ايش قد اعماركم؟ انا اريد هسه راح اسال، انتم ايش قد اعماركم؟ ان شاء الله توكل يجيني. ايش قد اعماركم انتم؟ 98. حبايبي الله يوفقكم، واريد مجتبى يروح السجاد وتعزم على فطور وتطقوا لنا صوره حلوه وتدزوها لنا. اتفقنا؟ ان شاء الله. حبايبي اتمنى لكم كل الخير وكل المحبه، وكان ختامها فعلا مسك انه احنا قدرنا نصالح مجتبى وسجاد. اكيد شكر كبير لطيبه اللي طبعا احنا ما نقدر نثمن جهودك بصراحه، لانه الطرف الاكثر اجتهاد وتعبان بينا هي طيبه. شكرا لك يا طيبه. طيبه تسمعيني؟ نعم شيماء اشكرك اني هم، يعني انت هم بمساعدتك وبمساعدة ست حوراء، رسائل اللي توجهها ست حوراء وست رنا، اشكركم انه اليوم كمل يومنا بسعادة ننهي الخلاف اللي دار ما بين سجاد ومجتبى، واتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، ويبعد عنهم الحزن والزعل. اكيد يبعد عنهم الطرف الثالث. قولوا ان شاء الله يتوج اليوم، يتوج عيد الام برضا اخوان اثنين، اكو ترابط اليوم، فرحت امهم اكثر منهم فعلا، اكو ترابط اليوم بين المشكله اللي انحلت وبين اليوم عيد الام، فاحنا اليوم كنا الامهات بمكان الوالده خطيه اللي ما قدرت، وانا متاكده حاولت بشتى الطرق لكن ما قدرت، لكن احنا اليوم صالحناهم، وان شاء الله يا رب تدوم هاي الخوه بيناتهم وما يدخل اي طرف. امين يا رب. آمين اكيد يا رب. انا بدوري اشكركم، شكرا على جهودكم اليوم. احنا صدق ختامها كان مسك اكثر من رائع، انه احنا قدرنا نجمع الاخوان من جديد. انا اتمنى لهم كل الخير والتوفيق. اكيد شكرا لسجاد وشكرا لمجتبى اللي كانوا بهاي الشجاعه وبهاي المسؤوليه انهم قدروا انه صالحون. اريد ااكد على موضوع حبايبي مشاهدينا، انه ارقامنا هي مفتوحه على مدار ال 24 ساعه، احنا مو فقط نستقبل الحالات اللي هي تخص الزعل، لا احنا اليوم اي استشاره بكل الجوانب احنا مستعدين انه احنا نرد عليكم، واكيد اللي نتمناه انه كل شخص عنده مشكله عنده اي شيء احنا مادين ايدنا للمساعده وللصلح. اكيد مشاهدينا وبهذا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي، على امل لقائكم يوم غد بنفس الموعد. دمتم بخير.